السعودية، ولي العهد ملكا بانتقال سلمي وبوصية من الأب، الإفراج عن أمراء بمرسوم ملكي، تصفية خصماء من العائلة المالكة منهم مصيره النفي وآخرون خلف القضبان، مكافآت مالية تشمل العاملين في القطاع العام والأمن والشرطة، خضة أمنية مربكة وداعش من خارج الحدود يتبنى، فضيحة من خارج المملكة تطال أحد رموز العائلة المالكة والمصدر امرأة، الخطر يلاحق السفارة والدبلوماسيين في لبنان، الشيخ سلمان العودة خارج القضبان، المخدرات تغزو الجامعات بين التعاطي والإدمان، الأمير النائم وحقائق تكشف لأول مرة، الجراد يغزو مناطق في المملكة، رافعت الحرم الملكي إلى الذاكرة من جديد، موسم الحج يستقطب قليل من الحجاج، منصب سفير تناله امرأة، الكويت صافرات الإنذار هذه المرة ليست للإطلاق التجريبي، مرزوق الغانم في خطر الاغتيال، الأمير يصدر قرار عفو عن معارضين أو محكومين لرأي سياسي، الإرهاب يضرب العاصمة بأكثر من مناسبة، التلفزيون الرسمي يعلن عن حداد وتنكيس الأعلام، من المثلية إلى التحول الجنسي مشكلة رأي عام، متحور كورونا الجديد يصيب سيدة الشاشة الخليجية، لأول مرة انقطاع بالتيار الكهربائي، مضاربة بالأيادي من داخل مجلس الأمة، المياه تغرق المنازل، الإمارات الشيخ محمد بن راشد في قضية اغتيال من خارج الحدود، بعد المجاملة الدبلوماسية وحفظ ماء الوجه مع إيران وسوريا لغاية، المصالح الإسرائيلية في الإمارات ليست بمأمن من الرد الإيراني، التخفيف من إجراءات الإقامة للسوريين، دبي تتصدر مدن العالم في غسيل الأموال ودعاوي قضائية، تلاحق شخصيات بارزة مقيمة في البلاد، توتر بالعلاقات مع الأردن، عمان وعكة صحية وبيان ثم اختفاء السلطان، سيول وفيضانات وإعلان الطوارئ في السلطنة، انخفاض بأعداد الوافدين وانحدار لقطاع السياحة الأكثر منذ أعوام، قطر المونديال يخلو من الجمهور، الجزيرة تفجع بوفاة إعلامية متميزة، خبر صادم يخص العائلة المالكة يتزامن مع أحداث المونديال، اليمن الحوثي داخل الأراضي السعودية، التحالف يتكبد خسائر كبيرة في حرب شوارع داخل صنعاء، السعودية ترضخ لوقف إطلاق النار، الجنوب يستقل بإرادة شعبية، الجراد يغزو أراضي واسعة، نجل علي عبد الله صالح رئيسا للبلاد، البحرين وتيرة الخلافات تزداد مع قطر وخلافات خارج حسابات السيطرة، توتر أمني وخروقات في أماكن مختلفة، تظاهرات شعبية بدعم من إيران، الإعلام حول الشيخ علي سلمان يلفت الأنظار بخبر يعيد الحسابات بقرار سابق،